عندما تتعرض الأوطان لأي خطر، سواء كان احتلال أو تغيير ديموغرافي أو تدخل من قبل دولة إقليمية أو جارة، أو أي كارثة طبيعية كالزلزال والحرائق إلى آخره، فإن الشعب بكل مكوناته يقف معا لمجابهة الأخطار. وخير مثال على ذلك تضامن شعوب المنطقة، أقصد شعوب الشرق الأوسط، مع الفلسطينيين أثناء طردهم من أراضيهم، وتحولت القضية الفلسطينية إلى قضية مركزية لكل العرب بل لكل المسلمين، وهذا واجب وطني وإنساني وأخلاقي. ولكن عندما شنت حرب الإبادة الجماعية ضد الأرمن الآشوريين السريان من قبل الدولة العثمانية، وتم طردهم وتهجيرهم ونهب أملاكهم، لم يتحرك المواطن المسلم في الدولة العثمانية ولم يتضامن مع شريكه في الوطن. ولا ننسى فتح سوريا والعراق أبوابها عندما لجأوا إلى هاتين الدولتين. وحدث الشيء نفسه عندما تم طرد الإيزيديين الآشوريين الكلدان السريان من قبل داعش في كل من العراق والخابور في الحسكة بسوريا. لم نلاحظ التضامن الوطني والإنساني والأخلاقي من قبل إخواننا في المواطنة. وهل هذا سبب قوة ونزعة العامل الديني، أم هو تسخير الدين لأسباب قومية كما تفعل إيران منذ 40 عاما وتفعل تركيا الآن الشيء نفسه؟ أعلم أن طرح هذا الموضوع له حساسية عند أغلبنا لأن الملف لم يفتح، ولكن ترحيله من مرحلة إلى أخرى لم يكن حلا، لذلك ارتأينا مجابهته ومناقشته بهدوء. وهدفنا هو وطني وأخلاقي وإنساني والتساوي بين جميع المواطنين. يتساءل الآشوريون في مجالسهم الخاصة، لماذا يتم طردنا من العراق وسوريا وبلاد الهلال الخصيب أو ما بين النهرين، ونحن المؤسسين لهذه المنطقة ونحن من بناها، لمصلحة من طردنا؟ هكذا يقول الإيزيديون والصابئة. وإلى الآن تدخل تركيا في سوريا والعراق وتطرد السكان من أراضيهم، هكذا تفعل إيران. ليست المشكلة عند الدول التي لديها أطماع في أوطاننا وخيراتنا، لكن المشكلة في هذا السكوت الشعبي وسكوت المثقفين عند طرد المكونات الأصيلة من أراضيهم. لمناقشة هذا الموضوع نرحب الدكتور مظفر الأمين، السفير العراقي الأسبق في لندن، دكتوراه في العلاقات العامة، ينضم إلينا من فلوريدا. الدكتور البروفيسور عبد المسيح السعدي في اللغة والدراسات السريانية، ينضم إلينا من تكساس. الأستاذ سعيد الحمزو، ناشط سياسي إيزيدي من ألمانيا. وكان معنا الدكتورة تغريد شعبان، وهي دكتورة في علم التاريخ والآثار الكلاسيكية من دمشق، ولكن مع الأسف لأسباب تقنية لم نتمكن من الاتصال بها. خلونا نبدأ مباشرة ونبدأ كمنطلق من عند الدكتور أو بروفيسور عبد المسيح. بروفيسور عبد المسيح، هناك إشكالية حقيقة يعاني منها الآشوريين أولا، السريان، وأيضا العرب وأغلب المثقفين، وهي
هذه العلاقة ما بين المفهومين الآشوري والسرياني. كونك أنت مختص باللغة والتاريخ السرياني، نتمنى توضيح ذلك. علما عندما نتكلم السريانية أو الآشورية هم نفس الشيء، يعني مثلا بالآشوري لما واحد يسأل ماوت آيد بيقول أنا سورايا، والسرياني بيقول أنا سوريايا، ولكن أثناء الحديث باللغة العربية بيصير هذا آشوري وهذا سرياني. إذا ممكن توضح الإشكالية بشكل موثق وعلى أساس لغوي وتاريخي لو سمح. بداية شلومو، السلام للجميع الحاضرين، للمشاهدين والإخوة الضيوف الكرام. ثم أبدأ بالحقيقة، هذا كان موضوع دائما يطرح عندما كنا في البلاد، في بلادنا. أتذكر من أكثر من 30 سنة كنت في جامعة شيكاغو في زمن دراستي، طرحت هذا السؤال أحد المرات. كنا على اللانش، على الغداء، مع أحد البروفيسوري يعني التاريخ، كان بالتاريخ، فحب يتعرف على شو عم بيصير بالمنطقة وشلون وضعكم أنتم كأشوريين كسريان، شو الوضع. فأتذكر قلت له أول مشكلة نحن نعاني منها كشعب ما زلنا نسمى سريان أو أشوريين أو شعوب المنطقة، أنه نحن عندنا أسماء كثيرة. قال شو هي الأسماء الكثيرة؟ قلت له مثلا عندنا سريان، عندنا أشوريين، عندنا كلدان. السوري صار له معنى بس عربي، ما له معنى عرق تاني. العراقي فقط كأنه وطن عراقي وعربي هكذا يفهم، وإسلامي بالعموم. وكان هذا الموضوع اللي كان أحكي معه. شو وقفك؟ قال وشو المشكلة يعني؟ قال ما أنتوا شعب عمركم أكثر من 6000 سنة بالمنطقة. 6000 سنة يقوم عليها وتتغير أشياء كثير كثير، أسماء تتغير، لغات، لهجات تتعدد، تاريخ يقلب نفسه ويرجع. شيء طبيعي جدا أنه يكون عندكم أسماء كثيرة على مدى التاريخ، هذا شيء إيجابي هو بالأحرى، هذا يعبر عن غنى هذه المنطقة، منطقتكم. فما هو، ما لازم يكون سبب ضعف أو سبب معاناة تتعانوا منه، بالعكس سبب مفخرة تفتخروا فيه. فأنت كسرياني تفتخر بالتسمية السريانية، بالآشورية، بالسورية، حتى بالتسمية العربية من ناحية العلمانية غير الدينية، ما ضروري تكون دينية، يعني مفروض تفتخر يعني تكون جزء من استمرارية هذه المنطقة، التسميات على هذه المنطقة. تسمية المنطقة الحقيقة بالتاريخ السومري، الأكادي، الآشوري، الكلداني، وكل من حكم مئات ومئات السنوات، ثم الآرامي، وما التسمية الآن اللي نسميها التسمية السريانية إلا نحتا أو تطور نطقي عن التسمية الآشورية. يعني من القرن التاسع، من القرن العاشر تحديدا، كقول أو كالبحث اللي أجراه البروفيسور سيمو باربولا عالم الآشوريات في جامعة هلسنكي، قال وجدنا من القرن العاشر بهالرقيمات لفظة آسوريا وآشوريا، كانت آشوريا آشوريا وآسوريا وآثوريا وسوريا كلفظات مترادفة، ونعرف كانت كلفظات مترادفة. ولما هذه البلاد نوعا ما احتلت من قبل اليونان، استعملوا هذه التسمية، تسمية كون كانت مشهورة ببلاد آشور، قالوا تسمية سوريا. فسوريا، أطلقوا سوريا على المنطقة الجغرافية أو سريان. سريان
adjective هي يعني صفة، هي ما هي اسم، اسم الآسور or سور، بلاد سور بلاد آشور، أطلقوها على المنطقة الجغرافية الممتدة على كل بلاد ما بين النهرين بما فيها سوريا الحالية ولبنان والعراق، فهذه كلها كانت تسمى بلاد آشور، آشور أو آسور وسوريا. فيما بعد لما انتقسمت المملكة صارت تقريبا المنطقة الجغرافية الغربية، الجزء الغربي من بلاد ما بين النهرين استمر بالتسمية السورية أو السريانية، وكل أهل المنتمين للغة، كل شعب هذه المنطقة، كانت في شعوب ولو أنه شعب واحد بس شعوب متباينة نوعا ما، لغويا متباين كما نوعا ما، مثل ما نقول الشعب الآرامي، كان في بعض العرب ممالك عربية الحقيقة، هذا بعد الميلاد عم بحكي، ما أريد أخربط كثير، قبل الميلاد وبعد الميلاد، بس قصدي قبل الفتح العربي جاءت ممالك الغسانيين الغساسنة والمناذرة، كانوا قبل المسيح، قبل الإسلام، قبل مجيء، قبل الفتح العربي. نعم هذول الكل كان يسموا، كان يطلق عليه، كانوا يعرفون بالسريان. ف خلينا نوضح، هلا البعض يقول عندما جاءوا اليونانيين بقيادة اسكندر المقدوني كانت المنطقة اسمها بلاد آشور مثل ما حكيت، لأنه باللغة اليونانية ما في حرف الإيش، قالوا بلاد آسور وسريان وسوريا. طيب الشغلة الثانية، بيقول لك البعض وخاصة الآشوريين والمتعصبين منهم، يقول لك هلا إذا بتبحث بكل الآثار الموجودة بالعراق لا يوجد آثار إلا آثار آشورية، يعني أقصد يعني ما في آثار سريان، ما في آثار كلدان. لذلك هن بيقولوا الآشوريين هم المنطقة، أما التسميات الكلدانية والسريانية هي تسميات دينية وليست تسميات قومية، وجاءت ما بعد المسيحية، يعني هي مذهب ديني السرياني والكلداني. الآشوريين دينيا اسمهم النصاطرة، ولكن قوميا، الثلاثة اسمهم آشوريين. هذه أسئلة إذا في مجال توضحها بيكون أنا وغيري كثير نشكرك. Very good. التسمية السريانية والتسمية الآشورية والتسمية الكلدانية هم تسميات، كانوا تسميات حية، والتسمية السريانية بما فيها التسمية السريانية كما قلنا بقراءات الرقيمات اللي المكتشفة من في بلاد آشور نفسها، كانت موجودة قبل ظهور المسيحية على الأقل بألف سنة، يعني قبل اليونان، قبل ما يجي اسكندر المقدوني، قبل ما يجي اسكندر المقدوني التسمية السريانية كانت موجودة. أها. هي تطور عن آثوريا، آشوريا وآثوريا وآسوريا وسوريا، الألف دائما تسقط يعني بكل سهولة. فهذه كانت مشي قبل يعني تقريبا ألف سنة من ظهور المسيحية، هل تسميات كانت موجودة عند شعبنا؟ بس ما لهم علاقة بالكلدان الحاليين اللي ينتموا لكنيسة بابا روما؟ طبعا لا، ما ضروري يكون الكلدان، هم لهم علاقة تاريخية كحضارة كتراث، مثل ما أنا إلي أفتخر أنه أكون كلداني أو أعتبر الكلدان جزء من تاريخي كسرياني، لهم هم أيضاً بذات التاريخ، مو لأنه اسمهم هلأ كلدان صار بالقرن 17 أطلق عليهم اسم كلدان فصار لهم هن علاقة مباشرة وأنا ما لي علاقة مباشرة. يعني يا دكتور يا دكتور توضيح أرجو، يعني هلا بيقولوا انه هذول اشوريي قبرص او نصاطره قبرص لما اعتنقوا الكاثوليكيه على يد البابا سميوا بالكلدان، صح؟ يعني ليسوا الكلدان، الامبراطوريه الكلدانيه حمورابي وبابل، هذول هم الاشوريين الذين اعتنقوا المذهب الكاثوليكي سميوا بالكلدان، يعني ليسوا امتداد للامبراطوريه الكلدانيه اللي كانت ما بين نارين. هل هذا صحيح؟
طبعا ليس ما قلت ما لهم علاقة مباشرة، لهم علاقة تراثية، مثل ما أنا مثل ما أنت مثل أي آشوري له علاقة مباشرة بالتراث الكلداني اللي كانت آخر مملكة آخر إمبراطورية من إمبراطوريات بلاد ما بين النهرين. كانت الإمبراطورية الكلدانية آخر إمبراطورية، مثل ما لهم علاقة أنا كمان إلي علاقة، أنا كسرياني إلي علاقة، ومثل أي آشوري له علاقة بهذاك التراث. ولكن ليس ما هو بالنسل، يعني تناسل أنا جدي كان كلداني ما كان آشوري أو ما كان أكادي أو ما كان شيء آخر، لأنه هذه التسميات عادت بعد تقريبا بدك تعود 2000 سنة. التسمية الكلدانية عادت بعد 2000 سنة تقريبا. يعني الخلاصة أنت حسب رأيك الأكاديمي أنه هذه الشعوب كلها شعب واحد، ولكن التسميات اختلفت وهي تطور من مرحلة لمرحلة، ابتدأت بالآشورية وتطورت إلى سريانية وكلدانية، هكذا يعني هكذا هو التاريخ؟ بالضبط بالضبط. ويعني إجا فترة من الفترات، الفترة المؤخرة، كل جميع سكان المنطقة كانوا يسموا سريان، واللي هي تسمية تطور من آشور. أوكي يا. أوكي خلينا ماذا الجميع، بس كما في عندي ملاحظة عم بقول السريان، السريان لا أقصد فيها فقط المسيحيين، مو بس ليس الطوائف الطائفة المسيحية، مو بس يعني طائفة السريان الأرثوذكس أو طائفة السريان الكاثوليك كطائفة مسيحية، مش بس هيك، حتى كانت بوقتها تطلق على كل من سكن في سوريا، اللي أصلياً اللي كان موجود، اللي ما كان له دين لا مسلم ولا مسيحي، ما كان فيه لا وجود لا للإسلام ولا للمسيحية. فاليوم في منطقتنا بشكل عام، في العراق وسوريا، في العراق وسوريا بشكل خاص، وفي لبنان وفي فلسطين، في هذه المنطقة الواسعة من نسميها بلادنا بين النهرين الكبرى مثلاً كأحد التسميات. يعني بدي أعطيك مثل جسم مؤخراً شو عم بيصير. في جبل قلمون هناك، في قمة الجبل هناك في ثلاث قرى، معلولة وبخعة وجبعدين. بسبب منطقتهم الجغرافية كونها منطقة عاصية، اللغة السريانية استمرت وإلى هذا اليوم ما زالوا يتكلمون اللغة السريانية، اللهجة الغربية، اللهجة الغربية للغة الآرامية، ما زالوا إلى اليوم يتكلمون. الآن هنا نقطة اللي أريد أعملها، سنة 1860 تحديداً، أيام الفتنة اللي كان صارت عمد في لبنان وسوريا، قرية بخعة وجبعدين صاروا كلهم مسلمين، أسلموا، لكن اللغة ما قدروا يتعلموا عربي، لأنه الاتصالات مع العرب مع باقي المسلمين كانت ضعيفة، بينما المعلولة اللي هي فوق استمرت بقت مسيحية، يتكلمون ما زال إلى اليوم اللغة السريانية. كمان بدي توضيح دكتور، هل الكل يقولون واللي بالشام يقولون وحتى وزارة الثقافة وكذا يقولون هذه هي اللغة الآرامية، وانت هل عم تقول هي لغة سريانية؟ أيهما هي، آرامية أم سريانية؟ حلو، آشورية؟ انت بلغتك قلت لما نحكي بلغتنا نفسها باللغة الآرامية، لما نحكي بلغتنا نحن نفس الشيء. أنا كنت هناك طبعا، في لي بعض البحوث عم بعملها، كنت هناك سألتهم لقلهم بالذات شلون نقول باللغة الآرامية أنا من أنا، شلون تعرف عن نفسك باللغة الآرامية؟ قال لي أنا سريون، أنا سورايا، مثل ما نقول نحن أنا سريوي، ما أنا سرياني، مثل ما تقول أنت أنا سورة تماما. فالهي الكلمة، استخدم الكلمة السريانية نفسها سورة سريون. يعني هلا للآشوري لما تسأله شو أنت بيقول لك أنا سورايا، سورايا يعني هي سورايا. السريان بيقولوا سوريايا، يعني لا 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 لا، السريان يقولوا سورايا كمان سورايا. بس بالآ، بس بالأو مش بالآ. أوكي، وهم يقولوا يعني أهل معلولة يقولوا أنا سريون. أوكي دكتور، مشان لا نطول،
يعني أنت الخلاصة يعني الآراميين الموجودين بمعلولة وبخة وجبعدين هم سورايا سوريايا، يعني الثلاثة واحد، يعني سواء سميتهم آراميين ولا سريانيين ولا هي واحد هكذا. أوكي. هكذا أوكي. اليوم نحكي معهم البخة وجبعدين، يعني في عنده نوع من ال ما يريدوا يقربوا حالا يسموا حالا آراميين، قلنا احنا عرب بس كنا نتعلم كتعلمنا اللغة السريانية، يعني بيكي خايفين، بيكي خايفين، ما هو كلتنا من الخوف اها متربين على الخوف، والخوف صار جوات دمنا لحمنا ودمنا. يعني بتذكر ايام زمان لما ما كنا نكتب عين سين عربي سوري كنا نخاف. يعني بتخافوا من العرب قصدك؟ نخاف من الجميع، نخاف من بيتنا لو يكون احد من اهل بيتنا يكون مخابرات، وبالتالي نكون في مشكله كبيره. الحقيقه يعني نحن مسموح لنا نتسمى سريان كطائفه فقط، بس مشكله كبيره، مشكله كبيره اذا سمينا سريان كشعب او كلغه او كشيء غير طائفي. اوكي دكتور مظفر، ليش مخوفين هالآشوريين السريان يا أخي؟ والله العظيم ما يكون حق، ليش مخوفين يا دكتور؟ أنت مخوفين أو علماً؟ وعلماً أنه صارنا عايشين آلاف السنين مع بعضنا وخايفين ليه؟ يعني لازم فصل ما بين الشعب وما بين الأنظمة وما بين السلطة برأيي. بالتأكيد بالتأكيد الأنظمة هي اللي تفرق وتحاول أن تحافظ على الكرسي اللي جالسة عليها. هذا في سوريا الدكتور اللي دا يحكيه، وليس في العراق. لأنه أنا بإذني وأنا ذاهب، أستاذ طارق عزيز الله يرحمه توفى أخوه الكبير، فرحنا للكنيسة للقداس وهو ألقى الكلمة وقال بكل أنه إحنا نفخر بأننا كلدانيين وأننا نعرف يعني أنه الـ 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 هذا الـ يعني كطائفة كدين كروحية أخوية. نحن أنا من الموصل، الدكتور أكيد والأخ سعيد يعرف الموصل، نحن نتعايش بقدر عدد الجوامع، probably توجد كنائس في الموصل، صحيح ولا لا سعيد؟ صح. بعدين إخواننا اليزيديين اللي كانوا بسنجار شيخ عادي وبلاد تسوقهم وحياتهم هي في الموصل. يعني دائما أنا طفل رحنا لبغداد، كنت أجي بالصيف، أنا يعني أشوف كثير إخوان اليزيديين بلحاهم وبحياتهم وبلبسهم، ما يعني ما شعرنا نحن. أنا أحكي على العراق حقيقة وعلى الموصل بالذات، جيراننا بيت سرسم المسيحيين الكلدانيين تريد تقول الآشوريين، نحترمهم وعائلة أرقى من عائلتنا، من الثقافة والأخلاق والعلم. فهذه الأنظمة لا تمثلنا مع الأسف يعني، ولهذا وصلنا إلى الحضيض. إحنا شعب الكل، يعني لما نحكي على الوطن العربي ودائما أكرر هذا يشمل كل مواطن موجود بالوطن العربي، تريد تسميه الوطن الكبير، تريد تسميه الوطن الكردي، تريد تسميه أي شيء أنت تريد. إحنا في طبيعة حياتنا فسيفساء. جبل سنجار ظل آلاف السنين قبل الإسلام، اليزيديين الأخوة اليزيديين ما لو قضي، لو كان أكو حالة تعصب أعمى ما كان لا ظل مسيحي ولا كان ظل. أنت سألت بالبداية، قدمت مقدمة على الدولة العثمانية، هاي بدي أسألك يا دكتور، خليني ما دام جيت له دكتور. هلا السؤال المطروح، نحن نحكي هون، نحن قلنا أنه هذا الملف ضروري فتحه لما هو وطني
ولما هو لصالح وأنا سعيد أن تفتحوا بالعكس ولم يفتح هذا الملف. هلا السؤال سؤال طبيعي جدا، هلا أيام الدولة العثمانية، أنا أقول الدولة العثمانية، أنت بتعرف أكثر مني ماذا جرى للأرمن وآشوريين وسريان من إبادة وبالطريق قديش تم ذبح منهم، وأجوا العراق، العراق وسوريا فتحوا أبوابهم، لكن كل الإسلام، كل الإسلام بالإبادة بتركيا ما حدا قال ليش، ما حدا قال ليش. بعدين لما أجد داعش على الموصل ولما أجد داعش على قرى الخابور يعني الآشوريين بمحافظة الحسكة، ما صار هذا تضامن العرب. يعني هلا نحن كلياتنا متضامنين مع القضية الفلسطينية لأنها قضية إنسانية وقضية حقا، ولكن ما نشوف هذا التضامن أثناء ما تعرضت هذه الشعوب الأصيلة إلى الإبادة، قصدي على النطاق الشعبي، على نطاق المثقفين. شغلة يعني مثلا ما جرى لليزيديين بجبل سنجار، أنا بعرف هذا الفعل، أصلا داعش قتلت من الإسلام آلاف المرات من المسيحيين واليزيديين، ولكن لا أنا بعرف ولكن ما لاحظنا هذا التعاطف الشعبي. يعني ما شفنا مظاهرة طلعت بالموصل أنه نحن مع، بس هلا بتقولي بيخافوا، طيب ما طلعت بالمناطق اللي كانت محررة، ما شفنا هذا التنديد من الحكومات، من البرلمان الحالي. يعني الحكومة ما أخذت زخم القضية اليزيدية والآشورية أثناء داعش على نفس القوة، يعني حجم الإبادة ما لقى موقف سياسي على نفس الحجم. هذا طبيعي، شو بدك تفسره هذا؟ أنا أفسره، بس أعطيني مجال، لازم فضل. أفرق بين الدولة العثمانية وبين مجيء داعش. الدولة العثمانية وكل الإمبراطوريات بالتاريخ تبدو في عقيدة واضحة وسمحة، فآل عثمان مسكوا الإسلام، كان اعتنقوه وهم قبائل حقيقة، يعني ما كانوا للتاريخ القبائل. الوجبة الأولى من الهجومات العثمانية ما كانت مؤمنة بالإسلام ولا فاهمة الإسلام، تمسكوا به بطريقة قبائلية عشائرية، شيخ العشيرة صار مسلم، الباقيين لحقوه كترايبس نومادز، يعني أصلهم نومادز. فبالبداية نعم بداية الدولة العثمانية بالقرن الخامس عشر، منتصف الخامس عشر، بدت الحملات والفتوحات باسم الإسلام كدولة مسلمة، وامتدت في أوروبا وامتدت نحو العراق ولكن لسببين، الدولة العثمانية فقدت طبيعة الايديولوجي اللي تعتمد عليها، أصبحت تركية، أصبحت القومية هي الغالبة وليس الإسلام، وهي اضطهدت العرب بمجموع ما موجود في العراق وسوريا ومصر وسوريا وفلسطين ولبنان، كأنهم عرب إذا كانوا إسلام أو كانوا مسيحيين. وأجبرت العرب سياسة التتريك، دكتور أكيد مر عليك، سياسة التتريك هو أن اللغة العربية ولا السريانية ولا الآشورية ولا الكردية، سياسة التتريك كل من تحت الظل العثماني، تحت الحكم العثماني، غصبا ما عليه يحكي تركي. أنا جدي كان يحكي تركي، أبوي الله يرحمه رجل نص اللغة مالته كانت تركي، لأنه وين ما يروح هو لازم يتكلم تركي، وكان هو يشتغل بالسوق بالمعاش، فهم أجبرونا. وأنا بس أشوفك أنت تقول ما دافعوا عن المسيحيين في هذه القوائم خمسة وأربعين علقوا، أعدموا من الشباب، أكثرهم من الشباب العرب المسلمين والمسيحيين،
علقوا في ساحات الشهداء في بيروت وفي دمشق. ساحة المرج، نعم نعم، جمال باشا السفاح، نعم. أحسنت، هذول العرب أنت هم مضطهدين، فكيف يدافعون حتى هم واقفين على أعواد المشانة؟ المسيحيين بداية حقيقة بداية النهضة ضد الأتراك العثمانيين بدت من رجال دين، جمال الدين الأفغاني صاحب كتاب طبائع الاستبداد ضد الحكومة العثمانية، وهو جاب وقرب السلطان وبعدين عدمه واختفى في ظروف غامضة. محمد الشيخ محمد عبده كتب كتب كلها على التحرر والتخلص من الهيمنة. محمد رشيد رضا كتب كتب للقومية بداية الشعور ضد الحكومة العثمانية. وكمان المسيحيين كثير كانوا عوامل النهضة العربية أحد أسباب جدا أنا جاي عليها. واضطهدوا المثقفين المسيحيين في سوريا ولبنان، واضطروا يهاجروا إلى مصر، وفتحوا جرائد ومجلات شبل شميل وشدياق وجرج زيدان، كل المجلات والجرائد الوطنية التحررية اللي تطالب بالاستقلال كانت من الشباب السوريين واللبنانيين مسيحيين أكثرهم اللي هاجروا إلى مصر للتحرر. أوكي دكتور، وهلأ ولهلأ اسمح لي على داعش، خل أحكي على داعش لأنه مدينتي، وأنا متأكد الأخ سعيد يعرف، بقدر ما تأذى اليزيديين والمسيحيين دمروا الأهل الموصل، أنا ولا أقول مسيحي أو يزيدي أو نحن، حسب الإحصائيات ذبحوا وقتلوا 25,000 من أهل الموصل، 25,000 في قبور جماعية وإعدامات في باب الطوف في السوق بالموصل، والرميهم من الطابق الخامس والسادس، وقتل يعني قتل من الضباط من الجنود من أي شيء. عندهم قوائم، وصح أكو جماعة من أهل الموصل ساعدوهم من المتعصبين المتخلفين الجهلة، ودمروا الموصل الآن شوفه كأنه لايبزيغ بعد الحرب العالمية الثانية. فأنت في هذا الحال اللي تخاف، يعني أنا أخذ زوجتي بالموصل سنتين ونص من بدو 2014 إلى 17 ما تركت باب البيت داخل البيت، لأنه تخاف، وتخاف أنه لازم ما تلبس حجاب ولازم ما تخلي ميك اب ولازم تطلع عيونها، ما قدرت تتحمل أنه تطلع. أخت اللخ هربت من الموصل، فأنا اثنين أولاد عمي قتلوهم في الباب مجرد لأنه كانوا ينظروا لهم نظرة شزر. فكيف أنت تتوقع حقيقة؟ يعني أنا طبعا أنا أشعر بشعور اليزيدي والمسيحي أنه والله ظلوا المسلمين قاعدين، يا أخي ما بيدهم حيلة. يعني إحنا أنت تريدني، هو أنا متهم قبل أن أكون بريء، تريدني أطلع مظاهرات؟ ولا كان ولا يبقى ولا يسمح لأحد. بعدين منين يجيبون يدافعون؟ أي سلاح بقى؟ حتى هذا النظام في بغداد، النظام نظام المالكي، هو كان هدفه أنه يدمر مدينة الموصل وأهل الموصل بمسيحيها بيزيديها بإسلامها بالكل، هو أراد أن يدمر هذه. وهذه خطة إيرانية مالكية من هذول الموالين إلى تحطيم العناصر الوطنية اللي تعارضوا في الحكم، فهم هو متقصد بها بحيث أنه ما خلى الجيش يدافع، يقف عنده 26,000 جندي وضابط
مقابيل 1500 داعشي من شد ما أدري منين مجمعيهم، يعرفون بس يضربون طلقة، هربوا أمامهم وتركوهم يعبثون بالموصل 3 سنوات. ليش 3 سنوات؟ حتى تدمر ويدمر الستركتشر ويدمر المجتمع، وبعدين والله حررناها. بالتحرير دمروها أكثر من نص الموصل. فهذا بدنا نرجع دكتور بدنا يعني، وحقيقة مثل ما حكيت أنت هكذا كانت. والآن تركيا تمارس التتريك بسوريا، وإيران تمارس شو بتسميها الفرسة فرسنة. أستاذ سعيد نعم. بس نقطة واحدة إذا سمحت لي لحظة. يعني تقول اليزيديين أبعدوهم، إما أنا أبعدوني، أنا مستحيل أترك بلدي، أنا أستاذ بالجامعة وأنا سفير رجل محترم ممأدي بشر، أنا أجبروني اسمي على قائمة بدر بالإعدامات، شو أسوي؟ شلت أغراضنا يا دكتور. بس ما جرى للإخوة اليزيديين؟ شفت أنت اللي صار والسبي وعم بيبيعوا النساء مدري شو وين جرائم. نعم. خلينا نسمع الأستاذ سعيد. أستاذ سعيد فضل. أين أنت من هذا ما قاله الدكتور وما قاله البروفيسور عبد المسيح؟ مساء الخير عليك ومساء الخير على مشاهديك وضيوفك الكرام. أهلا وسهلا، تشرفنا فيك. في البداية حي الدكتورين العزيزين على كلام القيم، ولكن هناك نقاط أخرى أريد أضيف عليه، لأنه في بداية فتوحات الإسلامي إلى اليوم نعاني من الفكر المتشدد، ولا نعاني من المسلمين هنا. لكن للأسف لاحظنا خلال إبادات والحملات الإبادة التي تعرض لها اليزيدية أو الأخوة السريان أو الكدان أو بصورة عامة الآشوريين تعرضوا إليه، لكن كان هناك يد من أخوتنا في الوطن مع هؤلاء. أذكر لك مثل في عام 1832 إلى 1836 كان هناك أمير الرواندوز محمد الرواندوزي المعروف في تاريخ اليزيدية والأخوة المسيحيين والأراقين بأمير كور، يعني الأمير الأعمى من كثر من كان له عديم الضمير والوجدان. كور بالآشور يعني كورة، يعني كورة كورة، واحد إذا أعمى بيقولوا كورة، هذا قصدك؟ أعمى يا ميريكور يعني أعمى. فأسس الأكراد فرسان في ذلك الوقت كما أسس الفرسان في زمن بعض الأنظمة كان يسمونهم فرسان الحميدية. قتلوا من الأخوة أو قبل اليزيدية قتلوا من الأخوة الآشوريين ما يقارب من 30 إلى 50 ألف فرد، وعملوا حملة إبادة على سنجار ومناطق اليزيدية، وسبني دائما صبي هي من حصتنا لأنهم والصبيات صارت اسمها مرتبط باليزيدية. سعيد هذا كان كردي ولا عربي هذا اللي قام بالعمل؟ كردي من أمراء الرواندوس. يجب توضيح ذلك. كردي من أمراء. وبعد ذلك في 1892 حملة عمر وهبي باشا الملقب فريق باشا، كان رتبته فريق باشا في صفوف الدولة العثمانية، شن حملة كبيرة، هو هم أيضا كان كرديا. مهما كان أتراك العثمانيين عدو للعراقيين، كان نتمنى أن نواجه هذا العدو بصفة العراقيين وليس بصفة يواجهوننا كمكونات في هذا الوطن الأصلي. مع احتراماتنا للجميع الأخوة الموجودين في العراق، نحن بنات هذا البلد، بنات، والتاريخ يشهد على ذلك. من أنتم؟ نحن أحفاد السومر وآشور والدول، يعني تاريخ نحن أحفادهم، وللأسف أخواننا أحفاد هؤلاء الدولة أصبحوا أعداء لنا. وهذه سؤال أطرح للدكتورنا العزيز، لماذا استمر احتلال العثماني 400 عام
ولم يستمر احتلال البريطاني أكثر من 20 عام. سؤال هنا، أنا بحسب فكري راح أجاوبه إذا كان سؤالي غير منطقي فيرد عليه الدكتور. برأيك ليش؟ لأنها نسعة دينية، لأنها وجدت بيئة مناسبة لهذا الاحتلال، وكان أكبر متعاون مع الدولة العثمانية من العراقيين كان 99% من الأكراد كانوا مع هاي الدولة وشكلوا فرسان وأجندة وأمراء وتم قتل أمير اليزيدي غدرا من علي بك في قلي علي بك لحد إلى الآن التاريخ هذا الشلال علي بك مسمى على اسم الأمير اليزيدية ودعوه لكي هناك مراسيم يعرفها الدكتور هناك مراسيم بين اليزيدي والمسلمين يطهرون أطفالهم بحضن الآخر فدعوه لذلك غدرا وتم قتله غدرا في قلي علي بك فهذه نرجع إلى التاريخ الحديث وحتى لو كان كلامي غير لا يقبله الآخرين لكن الحق يقال لأن إحنا تربينا على مبدأ الكلام يقول الحق إذا كان سيف الحق في يدك فأذره في وجه أخيك سوف أقول هذا الكلام ولو كان لا يرضى البعض في زمن من سنة 1968 إلى سنة 2003 أعتبروا عصر الذهبي للأقليات في العراق مهما كان حتى لو كان حكما ديكتاتوريا ولكن كان لا يوجد هذه الفترة فقط لم يتعرض اليزيدية إلى عبادة كان نمارس طقوسنا وكان أخوتنا في الوطن يحترموننا ولنا علاقات وثيقة وتاريخ مشترك وعلاقات اجتماعية يزورونا في التعازي ونشاركهم في عزائهم وهم يشاركوننا أحزاننا وأفراحنا هذه في بداية الدولة كان هناك مظالم على يزيدية في بداية تأسيس الدولة العراقية في سنة 1925 وفي سنة 1935 أيضا تعرض ليزيدية لهجمة وآخرها كانت فيها في سنة 1942 يسموها معركة سموي فاطمة في قرية زرافكير قامت جيوش أعدادها أكثر من أعداد ليزيدية على قرية صغيرة وهاجموها بالمدافع والدبابة اللي استولوا على قرية وأملاكهم وحاصروهم وتم قتل الرجال وهذه كل هذه الدلائل هذه أدلة تعاون الأكراد مع الدولة العثمانية قد يكون نسبة دينية ولكن أطماع لأنه كانت الأراضي الخصبة والأملاك والأراضي لا تقدر بأثمان ومساحات وكان في ذلك الوقت هناك دولة باسم اليزيدية يسموها الدولة الخالتة كان أميرا موجودا في ديار بكر أمير يسموه ميرزاب فهذه كانت لهم أهداف خبيثة وهي أيضا باحتلال الأراضي اليزيدية والمسيحيين والسورة عام الآشوريين الدليل إلى اليومنا هذا شاهد مناطق اليزيدية من شرق من الحدود الشرقية مع الإيران إلى البحر المتوسط لا يوجد عربي أو تركماني استولى على أراضينا ولكن كلها تحت سيطرة الأكراد وهناك تكريت لمناطقنا خاصة الآن هناك ثلاث تم تهجير من سنة ما بين سنة 1834 إلى سنة 1000 إلى الآن تم تهجير 300 إلى 400 قرية آشورية وما يعادلها من القرية اليزيدية وهناك حاليا حملة على التشويش تاريخ كاملة من مع الأسف هذه كلها أني أعتبرها على عنق الأنظمة ولا مهما كان هناك من بين الشعوب ناس طيبين ونحني رؤوسنا لهم سواء كانوا من الشعب الكردي أو العربي أستاذ سعيد لو سمحت يعني يبدو لي هكذا فهمت أنا أنتوا الإخوة اليزيديين مشكلتكم مع الأكراد وليست مع العرب شغلة ثانية لأنه طولنا فهمت أنتوا شو علاقتكم بالآشوريين شلون العلاقة توصف بينكم بين الآشوريين تاريخيا
وشو يعني على شو بتعودوا؟ نفس الشيء مثل ما هلا قلت نحن احفاد سومر وكذا و نعم. يعني انتم شو تصوركم يعني؟ الاشور كما هي العراق الان، كما كانت دوله، لا تسميه الاشور لا يختص بمذهب او معتقد او جهه، كانت كدوله، فكانت نحن جزء من هذا الشعب، من تاريخ هذا الشعب التي يعود الى 600. كان اليكيتو احد ابرز اعيادنا هذه في راس السنه الهجريه. اكيتو قصدك اكيتو اذا راس السنه الاشوريه. يعني انتم تعتبروا حالكم اشوريين؟ لا ليس اشوري، ولكن شعب حالنا حال السومري. انا اقصد الاشوريه لا تمثل مذهب او قوميه معينه، الاشور امبراطوريه كانت تحكم الدوله. حال السومرية والبابلية وهكذا. فإحنا مرتبط علاقتنا، نحن شعب واحد في التاريخ والحضارة مشتركة، لنا اشتراك في التاريخ وحضارة كما هي في الآن في مدينة البابل السومرية. أنا أجي أتحدث، أنا لا أقصد هنا، أريد أأكد على كلامي، لا أقصد جميع الشعوب، الشعوب لها احترامات الخاصة، وكان ليس للعرب مناطقنا قبل ما يأتي، قبل سقوط النظام الحكم في 2003 كان علاقتنا مع الأخوة جوارنا سواء كانت علاقة طيبة وخاصة العرب. ولكن هنا أتبي ليس على كل العرب، في 2014 3/8 شارك بعض العشائر العربية وليس الكل، شاركوا في حملة ضد الإيزيدية، من ابرزهم عشائر قريبه. كان قبل مجيء كان يوم 2/8 نحن اخوه، كان 2/8 لدينا عيد، بعض منهم عيدونا في 2/8، ولكن في يوم الثاني تحولوا الى اعداء، وحتى الاكراد سنجار. هنا لا يجب مهما. خلينا نرجع على هاي. خلونا هلا ناخذ بريك اصلا. يعني حقيقه انا مبسوط كلياتكم احفادي هلا بهذه الحلقه، كلياتكم احفادنا. اعطونا الشورت بريك يا شباب. جدو اليوم معنا درستنا عن التاريخ وشفنا صور تماثيل هواي بكتاب التاريخ. يلا حبايبي خلي نروح احكي لكم عن تاريخ اجدادنا. جدو احنا وين؟ جدو احنا موجودين هنا من آلاف السنين. جدو منو ذول التماثيل؟ جدو هذول تماثيل اجدادنا السومريين والآشوريين والبابليين، وهم موجودين هنا من زمان. ويعني من ايش وقت جدو؟ جدو حضارتنا صار لها اكثر من 5000 سنة. إحنا أول من علم الكتابة، وإحنا أول من بنى زقورة، وإحنا أول من سن القوانين. جدو هذا الشيء كلش حلو. إحنا العراقيين عندنا ماضي عريق وحضارة عظيمة جدا، نقدر من خلالها نبني مستقبل أجيالنا. جدو يعني أنا هسه بابلي؟ أنت بابلي، أنت أشوري، أنت سومري. تراثك هويتك، احفظه لأجيال المستقبل. دكتور عبد المسيح نرجع لعندك. انت كمان هذا يمكن ضمن اختصاصك، شو رايك بالمسيحيه او بالكنيسه عندما استخدمت الدين في العهدين البيزنطي والروماني؟ يعني شو كانت نتائج الاستخدام للدين؟ هل هي لصالح الشعوب؟ هل تاثرت الشعوب؟ هل هذا هو السبب اللي استخدموا الدين دخلت اوروبا بعصر الظلمات؟ ما رأيك
بالكنيسة أو بالمسيحيين عندما استخدموا الدين بالسياسة. مشان بعد ننطلق شو هي استخدام الإسلام للدين بالسياسة لو سمح. طبعاً ما راح أحكي عن المسيحية كرسالة لاهوتية وعقائد وهذا الشيء هذا أتركه على جانب، لكن أشير على الجانب الاجتماعي منذ نشوء هذا الدين. جميعنا نعرف أول ثلاثة قرون من المسيحية 300 سنة منذ بدء المسيحية انتشرت المسيحية انتشار كبير جداً في أنحاء الإمبراطورية، رغم في كل عصر من عصور الأباطرة كان هناك اضطهاد كبير على المسيحية، كانت تعتبر دائماً واستمرت إلى القرن الرابع، بداية القرن الرابع، دين غير شرعي، دين ملاحق غير شرعي ما بيتقبلوه، ما كان يتقبلوه. المسيحية انتشرت بالسلام، كان في عندهم مبدأ هو مبدأ الشهادة للحق، احكي الكلام الحقيقي، شو بتشعر، يعني كون مراقب واشهد للحق، مثل ما قال السيد المسيح لما قال بيلاطس لهذا أتيت إلى العالم لكي أشهد بالحق. هاي وحدة، الشهادة للحق. الشيء الثاني العمل الصالح، العمل الصالح، كان شو هالكلمتين هالشغلتين بشكل أساس، شلون نترجم العمل الصالح إلى شيء عملي. بهالمبدأ البسيط انتشرت المسيحية بالقرون الثلاثة الأولى إلى من وصلت إلى ممالك فارس عبر بلاد ما بين النهرين وقطعت الحدود، في هناك آثار وصلت إلى أفغانستان، باكستان، الهند وإلى حدود الصين. يعني هناك كتاب من القرن الثاني الكاتب اسمه برديسان كان بالرها، ذكر هذه البلاد التي وصل إليها الدين المسيحي من القرن الثاني وبدايات القرن الثالث، قبل ما تكون الديانة المسيحية ديانة رسمية أو معترف فيها أو مقبولة، كانت تعتبر كمان ديانة غير شرعية. لكن بسبب انتشارها الكبير بدايات القرن الرابع، الإمبراطور قسطنطين لما أخذ هالتقارير وعم بيلاحظ أن المسيحية عم تنتشر بهذا الانتشار الفظيع اللي ما حدا ما كان يقدر قد ما حاولوا ما قدروا وقفوا هذا الانتشار، فكر تفكير سياسي، قال ليش ما بستخدم هالمجموعة وبالتالي أسمح لهم يعملوا هالانتشار أكثر، وبالتالي أخلق مواطنين في الإمبراطورية جميعها تكون، سماها هو تسمية الإسمنت، تكون إسمنت لهذا الشعب، لمختلف الشعوب الموجودة بالإمبراطورية، وبالتالي أجعلوا النظام يكون هذا النظام مرتبط بالإمبراطور نفسه وبنظام حكم الإمبراطور. كان تفكيره سياسي، ما كان تفكيره ديني. اليوم كنا نحكي هلأ الدكتور حكانا عن العثمانيين شلون آمنوا، لكن تأمين هيك شعار بيعة بدون ما يهم من يدخل ولا العمق الدين أو عمق الرسالة أو شو، يعني استثمار الدين، استثمار تام. يعني حتى في بعض الكتب كان يسموا قسطنطين الإمبراطور المؤمن وما بعرف شو، بينما التاريخ يقولنا الإمبراطور قسطنطين نفسه لم يعتمد وما صار مسيحي، مات وهو غير مسيحي، بس استثمر المسيحية. بيقول استثمر المسيحية، حاول يستثمر المسيحية استثمار كثير، وحاول ينفذ
استفادته من المسيحية كون اسمنت، كمان هذا تعبير اسمنت كتبه يوسيبيوس القيصري بالقرن الرابع، المؤرخ المعروف يوسيبيوس القيصري قال هذا هكذا كان مبدأ أو أمل قسطنطين الملك. الآن فيما بعد الأباطرة والحكام الجدد صاروا يدخلوا بالمسيحيين، وهم صار يعينوا مين راح يكون القادة المسيحيين. في منهم كمان هن نفسهم قادة عساكر ولا غير شيء صاروا رجال دين مسيحيين مباشرة، وبالتالي يعني أخذوا الأمور كانت الإدارة والأمور والهدف كان استخدام هذا الدين للسياسة، استخدام هذا الدين للسياسة، عملوا لنا نظام كما نقول نظام كنسي، وأجبروا باقي المسيحيين أنه كل يتبعوا ينضموا إلى هذا النظام الواحد. شو صار؟ نعم انتشرت المسيحية أكثر، صار في معالم مسيحية، كنائس أكثر، بذخ صار في المسيحية أكثر، في الناس اللي كانوا يسموا مسيحيين صار أكثر، لكن على حساب رسالة السيد المسيح، على حساب جوهر المسيحية صارت هذا الشيء. هنا شفنا ردود فعل من المسيحيين من داخل المسيحية تقريبا منذ بدايته، يعني أول حركة احتجاج ضد تسييس الدين كان صار من الحركة الرهبانية اللي صارت، ما زال هيك صاروا، نحن مفروض ناخذ نفسنا ننعزل عن العالم، وبالتالي صار انتشار و popularity يعني محبة لهل حركة الحلقة الرهبانية، فكان صار في آلاف مؤلفة من الرهبان. ولما نقول الرهبان طبعا الواحد يدرس الدراسة هالموضوع كتير يشوف انه كلهم كانوا غير متزوجين، كان في شيء يسمى بعض الأنظمة الرهبانية كان ممكن يتجوزوا لفترة معينة وبعدين الاثنين كمان يوقفوا عن الزواج ويكرسوا حالا للعمل الصالح، يعني لممارسة المسيحية اللي هن كانوا مقتنعين فيها انه هذه هي المسيحية. هذا كان احد ردود الفعل. كان في رد فعل ثاني هو التطوع التبشيري والتطوع العمل الصالح في خط الحرير، خط التجاري الحريري، فكان يروح مستوطنات كثير مجموعة كبيرة، يروحوا للهند، يروحوا لأفغانستان ويشكلوا مستوطنة وبالتالي يتصلوا بالشعوب ويفرجون يعني بشكل عملي شو هي المسيحية. هاي هربا من المسيحية الرسمية so to speak, just إذا سميناها بين قوسين الرسمية أو المسيحية السياسية. ثلاثة، الهدف الثالث، رد فعل ثالث منذ القرون الأولى كمان بدي أقول طلع ناس مصلحين، رجال دين مصلحين ورجال غير دين، بس رجال الدين المصلحين انكتب عليهم لهالسبب التاريخ حفظهم لأنه ما زال كتابات موجودة إلى الآن. أحدهم مثلا واحد نسميه مار برسوما النصيبيني، كان بالقرن السادس، يا ريت كتبه تنشر منشورة، هاي بعض الكتب، لكن يكون دراسة عن دراسة الإصلاحية، إصلاحية أو المبدأ الإصلاحي اللي كان مقترحه واللي حاول يمارسه مار برسوما بالتخلي عن الأمور السياسية وبالتالي العودة ثانية إلى جوهر الديانة المسيحية. هي ضمن الكنيسة. ما بنقول بالقرن السابع أو نهاية القرن السابع بداية القرن الثامن ظهر مار يوحنا الفنكي اللي هو من الكنيسة الشرقية اللي كانت تسمى نسطورية. كان ينتقد من جملة ما قال، طبعا انتقد رجال الدين كثيرا وقال جاءنا وابل علينا، صار لعنة علينا من وقت لصارت المسيحية مسيحية رسمية، لدرجة طبعا يحكي كلام كثير. من جملة يقول لو أنه أحد من الآباء الأولين قام من قبره اليوم وطلع لنا شاف نحن عم نسمي حالنا مسيحيين كان ضرب براسه، قال شو هي هالمسيحية؟ ها هي اللي أعطيناكم؟ ها هي اللي علمناكم؟
هذا ما زال هالمصادر موجودة والحقيقة مطبوعة، مش مطبوعة باللغة العربية لكن مطبوعة باللغة الإنجليزية، وطبعا الأصل السرياني موجود فيها، ما زال إلى اليوم موجود. الكتاب اسمه مثلا ريش ميلي، أو بالعربي إذا بدنا نترجمه نسميه كتاب المبادئ، بالكنيسة، كنيسة ما يسمى السريان الأرثوذكس السريان يعني. طلع مصلح من القرن، بداية من القرن السابع أو بداية كمان بالقرن الثامن، نهاية السابع بالثامن، اسمه مار يعقوب الرهاوي، عمل ضجة كبيرة كانت نتيجته أنه الحقيقة جبروه ينعزل، السلطات جبرته تنعزل، وبالتالي آخر أيامه انعزل وترك العمل لمن ومسك نوعا يكتب عليه بالتاريخ أنه الكتب اللي كتبها الإصلاحية حرقها قدام رجال الدين، قال ما زال أنتم ما تقدروا تمشوا على هذه المبادئ اللي هي ها هي المبادئ المسيحية، فيفضل نحرقها كشيء من الاحتجاج. يعني هلا هذول عاقبة اللي بيسموه هلا تابعين له؟ لا، لعاقبة مو ليعقوب الرهاوي، يسموه يعقوب يا اما يعقوب اخو الرب او يعقوب البرادعي. اوكي دكتور، يعني انت يعني عفوا معلش انا مشان الوقت، يعني انت تقول لما هاي المسيحية تحولت الى حزب سياسي، نعم، ما صارت تنتمي للمسيحية الحقة، ختامها والسياسة تؤخذ بالختام، حولت أوروبا إلى عصر الظلمات نتيجة هذه الأفعال، هكذا فينا نقول؟ هكذا بالضبط بالضبط. والمسيحية ما تحررت أو العالم ما تحرر إلا لمن الدين انفصل عن السياسي. ذاك الوقت يعني بلش حضارة جديدة، بلش عالم جديد. بالغرب نفسه قام مصلحين كتير، مو كل المصلحين ينجحوا، في أسباب سياسية، أسباب إشياء ما تخليهم ينجحوا، بس وقت ما نجح. خليني أقدم الخلاصة دكتور، أنا الخلاصة خليني أنا بدي أقول خلاصتي بس معلش باختصار شديدا. يعني الحقيقة عم بحكي، أنا بعرف عم بحكي قدام التلفزيون، العالم بده راح يتسمع، مثل ما واحد يقول أحكي لجارتي وسمع لكنتي، أريد أسمع لأخواني المسلمين، أخوتي، رفقاتي، أصدقائي، مثقفيني، بعرف يعرفوا، لكن أكرر هذا الكلام بشكل عام، إذا ما نجحوا في فصل السياسي عن الدين، إذا ما جربوا وما نجحوا، ممكن يجربوا ما ينجحوا، بس لازم يجربوا ويجربوا إلى أن ينجحوا، إذا ما نجحوا ما رح ينكتب تاريخ جديد لشرفنا الحبيب اللي كلنا نفتخر بشيء فيه. حلو، إذا الخلاصة، المسيحية كانت مبادئ سامية جدا، نعم، أجوا بعض الرجال سيطروا عليها، استثمروها سياسيا، أدخلوا أوروبا في عصر الظلمات، جاء المثقف الأوروبي حرر الشعب من هذه بفصل الدين عن الدولة، هكذا أليس كذلك؟ نعم نعم. خلاص نعم. دكتور مظفر، إضافة إلى ما قاله البروفيسور عبد المسيح ابن رشد، يقول إذا أردت أن تتحكم في جاهل، نعم، فعليك أن تغلب باطل بغلاف دين، بالدين. طيب بالدين، طيب سؤال، يعني أنا كثير أشوف عوامل مشتركة ما بين المسيحية في ذلك العصر الذي وصفه البروفيسور عبد المسيح وبين الإسلام في هذه المرحلة، وحقيقة نفس يعني نفس الاستثمار اللي استثمرت المسيحية هكذا يستثمر الدين الإسلامي. يعني مثلا هلأ أنا واثق هلأ أنا مؤمن أكثر من أردوغان وروحاني، وعلما أنا والدين ما أنا أصحاب كثير، ولكن يستثمرون الدين من أجل ذلك، والدليل على ذلك مزقوا هذه الأوطان وسوا، وهكذا الدين عبارة مع الأسف الشديد عن سلعة، عم يجوا هذول السياسيين تسميهون، الدكتاتوريين تسميهون، مثل ما قال لك قسطنطين أصلا ما كان مسيحي، ولكن نتيجة الطيب عند الشعب عم حاولوا يستثمروها. أنا تلاحظ معي أنه هذه المرحلة التي يمر فيها، وبعد ما جرى في العراق وما يجري بسوريا من 10 سنوات، وهذه الجرائم وحولوا الدول إلى دول فاشلة، يا رجل تصور هلأ
العراق اللي كان أغنى بلد بالعالم ما في أكل، سوريا مبتلية هلا بعدة أنواع من حرائق الغابات، حرائق الجوع، حرائق الغلاء، حرائق الحصار، حرائق كل حرائق كل حرائق نتيجة لهذا الفكر. أنا برأيي جدا في تشابه، وعلينا أن نستفيد من التجربة المسيحية مثل هلا الآن تجربة وفصل الدين عن الدولة مشان يرتاح الشعب. تفضل دكتور. ولهذا الكلاسيكال الاستابليشمنت الدينية حرقوا كتب ابن رشد، بينما الغرب ترجمه واستفاد منه ولا زالوا يستعملون فلسفة ابن رشد في الاجتماع صحيح. وفي الدين، ونفس الشيء عملوا مع ابن خلدون. الدين ليس له علاقة بالدولة، من يدخل بالسياسة يفسد، والسياسة من تدخل بالدين تفسد. صحيح. فإحنا هذا المجتمع، هذه الثورة الشبابية في العراق في 20 في أكتوبر من العام الماضي، واحد اللي أكتوبر راح بيها 600 شهيد، هي فصل الدين عن الدولة، فصل الشيعة والسنة وكلهم مع شديد الأسف، يعني وشيء مؤسف جدا أنه رجال الدين السنة والشيعة المسيطرين على الوضع في العراق هم فاسدون. same thing بلبنان، same thing بكل الأماكن. نفس الدين. أنا تعرف أنا قومي عربي عروبي، ولا أؤمن بالماركسية، مع تسمح لي يعني لا أؤمن بالماركسية، ولكن شيء وحيد أنا أصدقه دائما، الدين أفيون الشعوب، وخاصة مع الجهل. نحن نطمح إلى مجتمع نعم عربي بس يضم كل القوميات والأخوة، تقدمي يحقق العدالة. أغنى بلد بالعالم العراق، في الخيرات، نهر دجلة والفرات، المزارع، بس بالزراعة كنا نعيش أحسن مما نعيش مع النفط والمعادن والكبريت والمغنيسيوم، ميتين من الجوع، 50% من الشعب العراقي تحت الفقر، تحت خط الفقر، لأنه استعملوا الدين، استغلوا الدين، وهم ليس مؤمنون أبدا وبعيدين جدا عن الإسلام. المؤمن ليس بالضرورة مسلم، المؤمن هو من يؤمن بالعدالة وبالحق وبالإنصاف وبخدمة الشعب. هذه الطائفة دمرت للعراق هذا الدين، والآن أنت شوف هو نزاع على أساس سني شيعي، ولكن أئمة السنة وأئمة الشيعة متفقين يشتغلون سوا ويتقاسمون الثروة. فأنا أردوغان وروحاني، أردوغان وروحاني متفقين في السراء والضراء. سبحان الله. سبحان الله كيف يتفقون ما أعرف. فمصالح طبعا، هاي مصالح دول، ولكن الدين يعني أنت تعرف، اقرأ كتاب خميني حول الإسلام، محرف للدين، محرف، حاقد على الدين أساسا، حاقد على الإسلام، هو مثل ما قسطنطين تلبس بلباس الدين، طول له لحية وقعد له بالكهف وخربط له كتابين، خربط الدنيا والعالم، وشق الدين وشق، دمروا هولاكو ما دمر الإسلام مثل ما دمر الخميني وجماعته. فأنا 100% أتفق مع البروفيسور عبد المسيح، وأنا هذا إيماني وهذا رأيي، أنا أؤمن بالحق وبالعدالة، وأؤمن بالإنصاف وبخدمة خير الناس من نفع الناس، ليس مسلم أو مسيحي أو يهودي أو يزيدي، لا تقل لي ولا أقول لك. This is exactly what I believe in. أوكي. لابد من توضيح ما يلي، يعني مشان الأخوة المشاهدين، يجب علينا أن نميز ما بين الدين والتدين. الدين هو علاقة ربانية بين الفرد وخالقه، صحيح. أما التدين هو تحويل الدين إلى السياسة،
في هذه الندوة نحن نناقش التدين وليس الدين، بمعنى عندما تستثمر بالدين، وهذا لا يعني أن الدين يا ريت يطبقوا الشيء اللي قاله السيد المسيح واللي قاله الرسول الكريم. يعني مثلا الرسول يقول إن اختلاف أمتي رحمة، في القرآن بيقولوا نحن المسلم الحقيقي هو الذي يؤمن بالكتب السماوية كلها، جئنا لنكمل مكارم الأخلاق. مسيح يقول أنا محبة، أنا رجل سلام. طيب أين قسطنطين من هذا؟ أين الدولة العثمانية من هذا؟ أين الروحاني من هذا؟ أين أردوغان من هذا؟ نحن متمسكون بمبادئ الدين الإنسانية، ولكن نحن ضد التدين، تحويل الدين إلى سياسة. يجب توضيح هذه النقطة. نعم، بس نقطة اسمح لي أستاذ نمرود، أنه أنا حقيقة لا أستوعب، يعني أنا وصل عمري 77 سنة، لا أستوعب أنه رجل دين عنده إيمان بالله يقدر يقتل رجل بريء من أي طائفة أو من ذكر. أي قومية أو من صحيح. الدين سلام، الدين محبة بين البشر، إن كنت أي دين أي طائفة أي هذا شيء لا أقدر أنه يسمحون أنه يقتل إنسان بريء بالشارع على هويته، أنه هذا سني هذا شيعي هذا مسيحي هذا يزيدي. كيف إحنا عصفور ما يهل لنا نأدي نداوي. فهذا التدين اللي يستفادون منه في ناحية مادية أو معنوية أو يتبرجون بها. أوكي. فشكراً حقيقة على التوضيح. أستاذ سعيد، أين أنت من هذه الآراء؟ يعني أنت شو رأيك باللي حكاه الدكتورين؟ وشو هي إضافاتك؟ وشو رأي الدكاترة؟ أنا نحن يزيدي عانينا من الدين، ربط السياسة بالدين. لا يمكن لأي شعوب أو دولة أن تتقدم والدين يحكم هذا الدولة على سبيل المثال. حتى تدخل في الرياضة، في مباراة أنا شاهدت في مباراة عراقي وإيرانية، كان العراقي يهدف للإيران بسبب الدين. فهنا هنا أرقى ما يكون هي الدين لله والوطن للجميع. صحيح. فإذا شعرنا كان هناك دولة يحكمها الدين، فلا يمكن للمعتقدات أو الأديان الأخرى العيش في هذا البلد. لأنه حتى سبيل المثال، مع احتراماتي للدكتور مظفر، هسه موجود في الدستور العراقي لا يجوز سن قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية، تمام؟ هذا النص بعينه خطر علي كيزيدي. مثلا في الديانة حسب ما يشرعوه، ما أعرف كان حقيقة أو كان أهداف سياسية، يقول لك لازم إذا كان أنت تعيش في حكم دولة إسلامية يجب عليك الدفع الجزية، أو أن تؤمن بالدين الإسلامي أو تدفع الجزية أو تقتل. فهذا النص كيف أؤمن أن يوجد في دستور دولتي وأنا من ضمن البنات هذا البلد وأسيل دماؤنا من أجل هذا البلد؟ هل هذا موجود الآن بالدستور العراقي؟ موجود بالدستور العراقي وموجود بالدستور ويزوج البنت بعمرها 9 سنين ويوجد حاليا في مادة 25 من قانون أحوال الشخصية هناك جريمة بحق الأقليات الدينية كاليزيدي والمسيحيين. مثلا إذا أسلم قانون الأحوال الشخصية الجحفري، إذا أسلم الأب أو الأم فيمكن نزع الأولاد من أحدهما. فهذا لا يجوز في أي قوانين دولية، لأن القاصر لا يمكن تحديد دينه لحين إكمال 18 سنة، وبعد ذلك هو حر في اختيار دينه. هذه غداً أن أحد المواطنين سواء كان يزيدي أو مسيحي، هناك أفكار تختلف، هناك آراء لحق حسا. مثلاً لك الحق حرية تغيير المعتقد إذا كان لست مؤمناً به، فكان مثلاً أحد من الأخوة المسيحيين أو اليزيدية لا يؤمن بعقيدته، ترك وأسلم، بقى الأم ومع أطفالها.
هل من القانون والعدل في كافة الأعراف أخذ هذا الطفل من الأم عمره سنة إلى 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 عمر 12-13 سنة ويلحق بوالده كونه أصبح مسلما؟ فهنا هذه إشارة واضحة، رسالة واضحة إلى الأخوة الغير المسلمين في العراق، لا مكان لكم في دولتكم. هذه غدا أنا ما أؤمن ابني يذهب إلى المدرسة ويختلط مع المسيح المسلمين، وهناك أفكار تتغير. قد أكون غدا ابني في ألمانيا، ابني يكبر ويغير دينه، فهذا من شيء طبيعي وضمن الحريات الشخصية. ولكن ما هو ذنبي أن أفقد أطفالي من وراء تغيير فكر شخص؟ فلنترك القرار لو كان عادلا في قانونهم، لا تركوا القرار للطفل بعد إكمال سن الرشد. هذه أكبر جريمة بحق الأقليات، هذا ضمن قانون الأحوال الشخصية التي يسموها القانون الأحوال الشخصية الجعفري. هنا لا يحق. حتى الأملاك غدا سبيل المثال أحد الأخوة من عائلة فلانية غير دينه من الإسلام وذهب غير دينه إلى الإسلام، حتى الأملاك يأخذها من عائلته، يصبح الأملاك له. هذه القوانين الجديدة. فدكتور فأستاذ العزيز استاذنا، فهذه من أشاهد هذه القرارات وموجودة بالدستور وقرارات الدولة، هذه الرسالة واضحة. لو كان أنا أتحمل العيش في جبال كأجدادي، ولكن لا يمكن لابني أن يعيش بجبل بدون التعليم وبدون حرية الحياة، يرغب في الحياة، فلا يمكن العيش في هذا البلد، لا يمكن. أذهب إلى مقابلة أحد المسؤولين، وأنا واحد أنا شخصيا عملت مدير وقف اليزيدي في محافظة نينوى من سنة 2009 إلى 2014. أنا كنت مدير وقف اليزيدي في محافظة نينوى، ونحن اللي بنينا من خلال ممثلنا أستاذ خضيدة أحدثنا هذه الدائرة يختص بشؤون الديانة اليزيدية. ولكن أذهب لمناقشة رجل دي في بغداد وأريد مناقشة، أعرف له على قد وصلت بعض الأفكار الخاطئة عن ديني له، فما يسافحني. هذه مشكلة، كيف نتفاهم؟ هو مسؤول في أحد الدوائر. وليش عم تتستر عليه؟ ليش ما بتحكي مين هو هذا؟ هل موجود؟ أكيد من وقف الشيعي، كان من أحد الأخوة في وقف الشيعي، وسعد على منبر للقاء كلمة، ونكر وجود الغير ما حتى ما ذكر المكونات. فرديت عليه قلت لهم نحن بنات هذا البلد، قبلك كنا فيها مواطنين لهذا البلد، لا يحق لك إنكارنا ولا يمكنك إنكارنا. هنا المشكلة. فأحنا هذه عندما أجد حتى لو يطلع إيراني حتى لو غدا لا تحول إلى أوروبا إلى حكم الدين، فهذه أيضا لا مكان، قد يجوز لا أستطيع العيش هنا. مرة ثانية أؤكد، لا يتقدم الشعوب بربط الدين والسياسة. فليجب أن يكون هسه في العراق يحق للعيش للملحد، حقه يعيش كما هو يعيش المتدين، ويحق أن يدفع يوصل الكهرباء للكهرباء والمياه الصالح للشرب إلى دور الكينو يعني الملاهي، ويحق للدور العبادة أيضا أن يكون هناك أشعر بأمان في زمن الذين يسمونه زمن الدكتاتورية. كان لك حرية تتدين، مو مشكلتي، عليك أن لا تتقرب من السلطة، وأن لا تتعاون مع الدول الجوار، ولا تخون وطنك، افعل ما تشاء. أنت كنت متديناً تصلي أو تذهب لمحترامات للجهة الملاهي أو ترقص، هذه مش شأنك. ولكن اليوم أنا مثلاً يحق للمسيح واليزيدي فهنا أوكي تفضل هنا رسالتي من خلال هذا المنبر العظيم أن أوجه إلى أساس العراقيين،
خلي دقيقة، هناك مثل يقول دقيقة واحدة فقط، عليهم دقيقة واحدة مراجعة أفكارهم، لماذا هذه أبناء مكونات أصيلة تغادر العراق؟ هل لا يشعر قلبي بألم عندما أترك بيتي وأترك أملاكي وأرضي التي تربيت به واللي ضحى أجدادي من أجلها أن أترك هنا وأعيش في الغربة؟ ألا يفكرون ما لماذا هذه المكونات الأصيلة من دولتهم تغادر؟ ألا يشعرون بالإنسانية؟ حتى الديانات ماكو هيج في الديانات. الإسلام موجود عندما قالوا اعتصموا بحبل الله، فهذه لم يقولوا يا مسلمين اعتصموا بحبل الله، قالوا اعتصموا، فكلمة اعتصموا يفرق عن جميعا اعتصموا بحبل الله جميعا لم جئنا لنكمل مكارم الأخلاق. وثانيا يقول من قتل نفسا بريئا كأنما قتل الناس أجمعين. وهنا في ديني أيضا يقول عندما تريد أن تعمل حسنة للإنسان فلا تسأل عن دينه. باللغة اليزيدية يقول حكا تدفيت خيرك ببقهيني بس نكا تشكي ديني. عندما تريد تقدم حسنة له لا تسأل عن دينه، من تسأل عن دينه لا تقبل هذا الخير. وأدنى يقول من ما قتل إنسان، فهذه التدين كما تفضلت أستاذ نمرود، هذه التدين يفرق كبير شاسع بالدين. لاحظ أنا شفت صور للأردوغان وهو يشرب العرق، إذا كان الرجل الدين لا يحق له شرب العرق، الخميني يشرب. شفت رجالات، أنا وفد معمم ذهب إلى أحد الدول، فمن طلع هو مجموعة وفد عراقي بعد 2003 ذهب عند الاستقبال، قالوا له كان على الدولة ولكن الميو بار عليه هو، فقال له عليك $250. قال ما هذا الدولار؟ قال أنت شربت الويسكي الموجود بالميني بار. فهذه استغرب الجماعة، قال يا أستاذ أنت معمم، قال يا ما تخلي النهار نهار إلي الليل إلي والنهار لله، هذه ما تصير للإسلام. أوكي سيدي، معلومات. أولا أردوغان هو تقريبا بين كل القادة الإسلاميين اللي راحت باقة ورد على قبر هرزل هو مع شارون. الآن بجوز حدا ما بيعرف، لما نقلت الأمريكا السفارة الأمريكية إلى القدس ساو فتحوا مناقصة للتعهدات، أدت الشركة تبع أردوغان قرايبه هذا بإقدار سهره هو اللي بده يعمر هلا السفارة الأمريكية هني. إذن هذا هو هذا. وبنفس اللحظة يبعث سفينة لغزة وبده يعمل بطولات على كل حال. أنا برأيي حاليا طلع في احد الصحف الدوليه قالوا انه اسرائيل ايران تطلب اسرائيل مليار و200 مليون ثمن النفط، فهذا من تعامل مع اسرائيل سري اذا اذا انا برايي يعني حقيقه معلومات غنيه جدا. انا اصل للاستنتاج التالي شخصيا وما بعرف انتم شو رايكم، بدنا نختم فيه. إذا كل سبب هذا التراجع، هذا الدمار، هذا التخلف في المنطقة العربية سببه هذا يعني استثمار التدين مثل لما استثمروا بأوروبا ودخلوها بعصر الظلمات، هؤلاء الذين استثمروا بالدين كده. الخلاص مثل ما قال الدكتور مفيد، بدأت ثورة فصل الدين عن الدولة بتشرين 1 تشرين بدأت في العراق و17 تشرين بدأت بلبنان، لكن يبقى. طيب هلا انتم دكاتره، انتم فاعلين بالمجتمع، يعني نحن ليش ما نحط هيك السؤال؟ طيب نحن نحكي، نحن انا برايي بهذه الحلقه معلومات جيده، وصف جيد، حلول جيده. طيب في احد الفلاسفه ما بنذكر اسمه، ما بنقول ماركس، لكن يقول الافكار مهما كانت جميله اذا لم تتحول في السلوكيات إلى تطبيق تبقى قيمتها صفر. طيب هذه الأفكار اللي نوقشت بهذه الندوة، طيب شلون وأنتوا يعني شخصيات يعني شو بيقولوا، يعني إنه مختصة بهذه المجالات. يعني أنا الأوان، أنا كثير مبسوط بالمعهد اللي دكتور مظفر، هذا المعهد تبعكم أنا جدا أفكر فيه، المعهد العالي للتجديد العربي.
يعني حقيقة لازم كلياتنا نتضامن معه. لذلك يعني أنتم شو، طيب نحن نتفرج نبقى متفرجين؟ إذا بقينا متفرجين هلا ما بقى أشوريين بالمنطقة، يمكن بعد سنة ما بيبقى ولا واحد. طيب هلا عدد العراقيين اللي تركوا العراق بتود 7 مليون، وهكذا كل دولة عربية. الآن كل العالم، هلا المنطقة الشرق الأوسط صارت مناطق نفوذ. هلا سوريا في 4 سوريات، في سوريا لتركيا وسوريا لإيران وسوريا لروسيا وسوريا لتركيا، 4 سوريات فيه، وسوريا للنظام، وهكذا العراق. طيب ما العمل؟ ما العمل؟ ما بدنا أدوات. إذا نحن عم نفهم هذا الشيء، طيب ماذا نعمل؟ خلونا كل واحد يأخذ دقيقة، ماذا نعمل دكتور عبد المسيح؟ ماذا نعمل؟ أولا هذا ما لازم يبقى سر. إذا ما كنا نقدر نعمل شيء، على الأقل مفروض نشهد للحق. يجب دائما في كل مناسبة في كل مجال نصرح بهذه الحقيقة، إن هناك خلل لابد منه حق، لابد من وجود حل. فأنا بدي أقول يجب أن لا نسكت على هذا الموضوع. إذا ما كان فينا نعمل، على الأقل فينا نتكلم عنه ونشهد له كما لا نشهد للحق. أوكي دكتور مظفر، ما العمل؟ شو نسوي؟ والله مثل ما تفضل دكتور، هذا المعهد تبعكم، هذا المعهد أنا كثير اندهش فيه. أنا جدا فخور وسعيد وأشعر أنه دا أقدم شيء إلى كل أبناء الوطن العربي اللي أقصد به المحيط اللي نعيش به من كل الطوائف والأقليات والأثنيات، أنه أنا عضو ورئيس وحدة سياسية في المعهد العالمي للتجديد العربي، وأنه إحنا نخدم بدون سياسة، يعني حقيقة مش حزب ولا حزبية، وإنما منفتحين إلى أي شخصية وطنية ما عندها طائفية ما عندها تعصب في أي ناحية. أنه إحنا الآن وصلنا إلى 470 عضو من جميع الأقطار، ونعمل ونشتغل ونعمل ندوات ونعمل. السنة القادمة راح تكون على الأكثر ندواتنا للجماهير أيضا، ومشاركة لكل من يرغب بالمشاركة. فأنا في نهاية عمري، يعني طبعا أنا متقاعد وقاعد في فلوريدا، إن شاء الله العمر كله، إن شاء الله العمر كله. فأشكرك. لا والله يكفي، يعني عملنا ما عملنا. لا 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 ظبط لنا هالمعهد وبعدين انا وانت كمحيط. اهلا وسهلا. فهذا اللي بيدي لا اقدر عليه الحقيقه، وانا سعيد بانه هذا في هذا الاتجاه، يعني هذا تماما ضميري واخلاقيتي وتربيتي، انه هذا في هذا الاتجاه، انه اقدر افتح قلبي وعقلي لكل بشر، كل مؤمن بالخلق وبالعدل وبال المجتمع، خدمة المجتمع. فهذا جزء منه، أي شيء أقدر عليه أنا حاضر. يعني مجيء اليوم مشاركة معكم، أشعر أنه ضميري مرتاح جدا، وأنا سعيد بهالمناقشة حتى لو اختلفت، حتى ولو ما أنا ما اختلفت. هذا الجوهر، هذا الجوهر، الاختلاف مفيد للاختلاف. لا ما يخالف، بس هذا بكل سعادة، وأنا أتقبل. يعني هذا جزء من الثقافة، وهذا جزء من المشكلة بالوطن العربي، أنه الجهل، ذي جهلون شعبنا يا أخي. نعم نعم نعم، هذا الفقر هو مرادف للجهل. صحيح. فهم دا يفقرون الوطن. وبالمناسبة بالنسبة للأخ سعيد يحكي على الملاهي، كل الملاهي وصالات القمار في العراق مسؤول عنها أئمة، كلهم عمائمة. والله هذا ليس دعاية، لا اسأل عنه، استفسر. كلهم مسؤولين عنه، من عمار الحكيم وأنت نازل.
لا حول كلها مسؤولين عنها بالكرادة وبالمسبح وهاي المناطق كلها مسؤولين عنها ويأخذون جباية مثل ما يأخذون. وإذا أي واحد طلب منك جزية قل له أنا أدفع الجزية إذا أنت تدفع الزكاة. شوف هو يدفع زكاة حتى يجي يطلب منك الجزية. أنا أدفع جزية إذا أشوفه هو يدفع زكاة المفروض عليه. أستاذ سعيد، أستاذ سعيد نعم. دقيقة معي، شو أنت ما العمل؟ لأنه هناك مثل يقول كل ضغط يؤدي إلى انفجار، فنحن المظلومين في هذا البلدان، علينا التوحد، علينا التوحد، إيجاد وسيلة لتغيير هذا المفهوم اللاوطني. نحول كيف بلدان كيف كيف يعني شو اقتراحك؟ كيف آلية شلون اقتراحي؟ كما إيجاد تحالف أو ما شابه ذلك من المكونات المضطهدة، لأن من غير الثورة الفرنسية من قام بها؟ المضطهدين والفقراء، ليس الأغنياء. ولكن هنا يجب علينا نحن تشكيل قوة أو تحالف أو أي شيء من هذا القبيل، وإيصال صوتنا، وعدم كما قال الدكتور البروفيسور عبد المسيح علينا عدم السكوت، لأن السكوت المصري أكو مثل المصري يقول السكوت علامة الرضا، عندما نسكت يعني نحن راضين في الوضع مهما. فهناك في مثل، ولو أعطيني نصف دقيقة زيادة أستاذ يعني هناك مثل، حشرتين كان في زمن النبي إبراهيم عليه السلام، عندما كان واحد ينفخ في النار واحد يجلب الماء يطفي، فقال له ماذا تفعلين بهذا النفخة؟ قال فليؤمن الله فليعلم الله أني لست مؤمنا. فقال للحشرة لماذا تقدمين الماء لهذا النار الكبير؟ أنت لا تستطيعين بفمك أن تطفئ هذه النار. قال يعلم الله أني مؤمن. فليعلم الساسة العراقيين الحالين هناك صوت ضدهم، إن كان قوتنا صغيرة أو كبيرة فلا بد أن تتغير الأمور. لا يدوم، لو كان دام لغيرهم لما وصلهم، ولولا أعيد الكلام ولولا الأمريكان لما كان هؤلاء في الدنيا يحكمون بينا ويتاجرون بشرفنا وأموالنا ودولتنا. العتب الرئيسي على الأمريكا، وهناك نحتاج إصدار قرار أممي، نطالب بإصدار قرار أممي كما صدره وعد بالفور، لأن إسرائيل لم يصنعوا دولة بعقولهم ولا بقوتهم، صنعوها من خلال قرار أممي في هذه الحالة. فنحن جميعنا كل من على حسب إمكانياته نتحرك على جهات دولية ونبني تحالف المظلومين ونرفع صوتنا. وهذا اللي ما أجده أستاذ نمر. شكرا شكرا. أنا يسرني أن أقول في الأخير حقيقة، يعني أنا أوجه الشكر أو أتوجه بالشكر إلى الفضائية الآشورية NAB سات، اللي سمحت لبرنامج الصوت الآشوري بفتح هذا الملف الذي لم يتطرق أحدا عليه تقريبا في عموم الإعلام العربي. وحقيقة أنا على استعداد تام للإتمام بهذا المجال. هذا المجال صحيح إنه بداية، ولكن لا يوجد منفذ إلا ما اتفق الجميع هنا إنه عدم استثمار الدين، الحفاظ على الدين كدين والقضاء على التدين. هذه الفضائية، أو أنا ما فيني أحكي باسم الفضائية، ولكن هذا البرنامج سيسخر كل طاقاته من أجل هذا الشيء، ونحن جاهزون لاستقبال أي أخ يتكلم بهذا الموضوع. هذا الملف بداية فاتحة، أتمنى أن تستمر. كل الشكر للدكتور مظفر الأمين، أشكرك كثير، تعبناك، وأيضا البروفيسور عبد المسيح، شكرا جزيلا. أستاذ الكبير أستاذ سعيد، شكرا جزيلا، شكرا لكم، تصبحون على خير. شكرا، تصبحون على خير، مع السلامة.